أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أهمية تكثيف جهود كافة الأجهزة المسؤولة عن تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الشهر المقبل ليخرج بالصورة التي تعكس قدرة مصر على التنظيم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ، خاصة الاستعدادات الخاصة بتنظيم فعالية الافتتاح، لسيما أن قائمة حضوره تتضمن عددا كبيرا من قادة الدول والشخصيات العالمية البارزة والمنظمات الفاعلة.